ينضم معنا من البصرة مصطفى شمري مراسلنا. مرحبا بك مصطفى. يعني عمليات الاغتيال إذا نقول في مختلف مناطق العراق، ماذا تبين حول محاولة التهديد والاغتيال بالنسبة إلى المحامي؟ نعم، يعني اليوم إذا نتحدث عن عمليات الاغتيال، هذه ليست الأولى في العراق وفي البصرة، خاصة بخصوص اغتيال محامي أثناء تأديته لواجبه المعين. بالنتيجة اليوم الحادثة التي حصلت يجب أن الكل أن يقف عند هذه الحادثة، والكل يجب أن يبحث عن حيثيات هذه الحادثة. اليوم المحامي عند أداء عمله المهني وقيام بواجبه المعين يتعرض للتهديد وللقتل وللإقصاء في بعض الأحيان. اليوم ما حصل اليوم مع المحامي أنور صباح هو بعد أن كلف بمرافعة بأحد القضايا الخاصة، أنه الأشخاص أو الخصم الذي كان هو مسؤول عن هذه الدعوة عن القضية قام بتهديد المحامي أكثر من مرة بالابتعاد عن الدعوة وترك الدعوة وعدم المرافعة فيها. اليوم ما حصل هو بعد أن خروجي من محكمة استئناف قضاء الزبير تعرض لعملية اغتيال واضحة في وضح النهار، وهذا يترك الكثير من علامات الاستفهام. اليوم عندما يتعرض محامي لعملية اغتيال، هذا أكيد يهدد اسم المجتمع ويهدد مهنة المحاماة في مدينة البصرة. اليوم في العراق نلاحظ بين فترة وأخرى يتعرض المحامي لعملية اغتيال. طيب سؤال مصطفى، هل بالفعل تبين ما هي القضية التي تم تهديد المحامي؟ يعني لغاية الآن التفاصيل هي لم تصلنا لنا تفاصيل بصورة أوضح، كون المحامي قد التجأ إلى أحد مراكز الشرطة لإدلاء بإفالته ورفع شكوى ضد الأشخاص الذين قد تعرضوا له. لكن اليوم القوات الأمنية لغاية الآن تبحث عن الأشخاص الذين قاموا باغتيال المحامي. اليوم هذه قد تم ضرب المحامي بثلاث رصاصات، وهذه الرصاصات قد يعني صوب اتجاه المحامي، والغاية منها هو قتل المحامي لا تخويفه. اليوم ربما هذه الممارسات هي ممارسات ربما تعيد بناء الأذهان إلى ذاكرة الأيام السابقة لعدم وجود قانون وعدم وجود ربما نظام في مدينة البصرة، ولكن ربما يجب أن تقف القوات الأمنية وحتى نقابة المحامين باتجاه موضوع هذه الحالات، لأن هذه الحالات التي تتكرر على المحامين، وأيضا ربما سوف تجعل من مهنة المحامين هي مهنة خطرة، وربما الكثير من المحامين قد يلجؤون لترك مهنتهم كونهم يعرضون أو معرضين لعمليات قتل وعمليات اختطاف. يعني في الساعات القادمة سوف يكون لنا حوار مع المحامي أنور صباح ويوضح لنا تفاصيل العملية وما حصل معه خلال الصباح. لكن اليوم هذه الحادثة هي حادثة يجب أن لا تمر مرور الكرام، يجب أن تكون هنالك وقفة جادة من قبل نقابة المحامين المركز العام وحتى في محافظة البصرة. اليوم الاعتداء على كائن من يكن، كان مواطن وإن كان موظف، وحتى الصحفيين وحتى المحامين، يجب أن لا تمر هذه الحادثة اليوم حادثة بأن يكون أشخاص ملثمين ويقوم بإطلاق النار على محامي في سيارته. هذا يدق ناقوس خطر في مدينة البصرة، وأيضا يهدد السلم المجتمعي في المدينة، وأيضا هذا يعطي ذريعة بأنه كل من لا يعجبه قرار ولا يعجبه أي حكم يصدر تجاه موضوع قضيته إذا كان مخطئ فيتهجم على المحامي الذي كان ربما هو قد يخرج للعلن بكافة التفاصيل الخاصة بالقضية. نعم، يعني نرجو أيضا من الحكومة والقضاء مراعاة هذا بالنسبة إلى الرسالة المرعبة بالنسبة إلى المحامين. مصطفى شمري مراسلنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.